هذه قصة أجمل قبلات، والقصة ليست مسبوقة. من أين سأبدأ في وصفي لثلاثة قبل مسروقة؟ القبلة الأولى على خد ليست بسلام عادي، هي قبلة بطعم وردي، شوق عار من شفتي للزهر النائم، وتطول بزمن الصيف الأطول مشتاق للطقس الغائم. أما الثانية فمقسومة، شطر أيمن آخر أيسر كي تلمس عاجا ونعومة. كانا قبلة وليست اثنين كي أعدل بين الكتفين، هي شعر أو بيت من شعر وله شطرين. أما الثالثة لأختمها فعلى يدها قبلة لمولاتي، والتالي حلما أتركه للشعر الآتي. هذا أيلول والشعر يطول، وبه أحلامي ستحلق، وسيمطر لي دوما شعرا ومع القبلاتي.